السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد، حللنا أهله وطأنا سهل. إذن الأهم حاجة هي تجسيد الحضور اليوم الذي دام أزيد من 4 سنوات متواصلة avec continuité sans discontinuité sans arrêt. الآن يلا غادي يبداو يخرجوا يعني الضماطة كما العادة، ويبداو يعني يتباكون ويتخباو وراء المظلوميات. هما راه بكل بساطة يعني الأزلام ديالهم غادي يخرجوا، وهنا هانتو مع بداية الدخول المدرسي غتبدا تعالى الأصوات لتتباكى وتتحمى وراء المظلوميات، وهما راغا كب هرقن لا يقشعون قشاوج عيشون. إذا بالنسبة لهذو اللي خرجوا تيقول لك قلبهم على المصلحة الفضلة للتلميذ، بغيناهم يخرجوا ويوروا لنا ديك الشهادة ديال التسجيل ديال الأبناء ديالهم، واش أصلا مسجليهم في التعليم العمومي. أغلبية ديال هاد النمي اللي يتباكون وتيقدموا رسوم بأنهم قلبهم على المدرسة العمومية وعلى المصلحة الفضلة ديال التلميذ في المدرسة العمومية، أغلبية ديالهم تيقروا ولادهم التعليم الخصوصي، ولكن من تيبغوا يرجعوا الضربة يعني خلافات سياسية سياسة اللي يديرها تيبداو يتخباو وراء يعني التعليم العمومي، الوظيفة العمومية الأمن تحل لي ضربهم. عجبني فيهم بعد الأستاذ الحليمي يعني المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط، اللي خرج وعرى على هذاك اللي خرج وقال لهم الأساتذة المشاركين في يعني الإحصاء فهم 19، وخرجوا بزاف ديال الملاقة كاريين حنوكهم الطبالة ديولهم لي بلانطون تاهما يعني يرددون نفس الكلام ونفس العبارات ديال 19 بالنسبة اللي غيشاركوا في الإحصاء. إذن فعلا أستاذ الحليمي أخبرهم وأكد بأن هذا الإحصاء ماشي يعني هو ورشة من أجل اشتغال من أجل يعني الشغل. كنت قلت لكم أنا قلت لكم بأنه ماشي بيرو دي بلازما، لا عندكم يعني شي حاجة أخرى، سيروا تقدموا بها لرئيس الحكومة اللي وعدكم بمنيور منصب شغل. تنشوفوا أن النخب دار بطن مخر اللور، لأن المفروض أن النخب خصوصا يعني الأحزاب اللي تدعي المعارضة هي اللي تغير، راه بدون تغيير ديال تكون يعني النخب هي تكون عندها المبادرة التغيير ما عمركم تشوفوا الشمال. فكل شيء هادو اللي خارجين تيطبلوا تيزمروا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في مقاولات يعني إعلامية إلى آخره، هذيك دايرينها مصدر رزق ديالهم باش يدخلوا الحبة لظهور يعني المغفلين. إذن غنكونوا معنا في واحد المباشر وغادي نزيدوا نوضح لكم بوكو دو شوز، بزاف ديال الأشياء غادي نوضحوها. كونوا معنا في المباشر القادم دور 120 كاينش معنا.